بعض الناس ضحايا بتبيع اخي ال 40 مليار النظام السابق بسرعه بسرعه 40 مليار 44 ال 44 مليار انا ما يجيو حتى شيء قدام السيد اللي خطف من منزله خطف من منزله من داره تخطف وتلوح في الحبس ومات مدفون في الحبس واغتصبوا له بنته عمرها 12 عام في داره قدام خوها صغير والصغير يهبل والطفلة تتسكر بيت على روحها وتقعد 25 سنة ملوحة في بيتها. 44 مليار ما تجيش في قيمة هالعائلة هذه اللي انتهكت الإنسانية متاعها في تونس الإعلامي وما يلزمناش نسكر الدوسيات وعفى الله عما سلف وكب عليها الزلفة كب. الإعلامي والسيناريست حاتم بالحاج تكلم في الموضوع ذا قال هم الناس اللي يحاولوا يدزوا في اتجاه التخلي على هذه الهيئة. نعرف ناس اللي خطر رجارته ورجلها في الحبس ما يعرفش عليه حتى داخل الحبس شنو يمشي هكا بمعنيها صدقة في رمضان يمشي مهزلها قفة ولا يعطيها مكتب من ربي هو يبدأ مازال مخلطش الدار وجي باقة تهزه ويضربوه ويفشخوه ويضرب 5 و6 سنين حبس خطر عمل اعطاه صدقة لمرأة رجلها في الحبس رجلها لأسباب سياسية هذوما يحبوا يبيضوهم يحبوا يرجعوهم وشخص نون عاركة في سيام بن صدرين معناها لموك الكابيتال متاع الحقد اللي برشا ناس معناها عندهم للمرأة هذية ومعناه يحبوا يكسروا العدالة الانتقالية خاطر شكون هما الناس اللي باش تتضر من العدالة الانتقالية السارق المجرم اللي يعذب اللي كانوا في سيستيم ماشي في بالهم عندهم مناعة دونك يضرب ويفشخ وما ينجم يشكي بيه حد ويروح لداره ويجيه النوم يقعد مع أولاده وصغار ويتعشى وهو ديجا معذب امرأة قطع لها شعرها ولا ضارب راجل ببونية مزرق له عينه مبيته في الحبس عريان على السيمان هذيك بارك الله فيك شكر الله سعيكم وخرج أبيض يللش شكون اخر اللي سرق انا عندي هذه عينه من الناس اللي ينجموا يكونوا فرحانين باللي صار نهايه الاسبوع الماضي وبدايه الاسبوع تحت قبه البرلمان والقرار بانهاء غزر لها غزره المثقف غزره الواعي التونسي غزر حط صبع على الجرح اللي ضد العداله الانتقاليه شكونه اللي يديه ملوثه هو اللي ضد العدالة الانتقالية ما نجمش يكون واحد ضحية ضد العدالة الانتقالية وبكلكم الأحزاب على يمين وعلى يسار اللي بيشتغفوا ضد العدالة الانتقالية راكم مورطين أخلاقيا قدام شعبكم